عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ في إطار استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والمقرر أن ينعقد في نوفمبر القادم. أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتيبات التي يتم إجراؤها للإعداد لهذا المؤتمر الدولي الهام، وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي الهام.